اليوم ساكنة مدينة الدار البيضاء المناضلة وأسرة المقاومة وجيش التحرير على موعد مع ذكرى ديال الحدث ديال 7 أبريل 1947 اللي كانت شهداته وعاشته هذه المدينة المناضلة ابان فترة الكفاح الوطني من أجل الحرية والاستقلال. فعلا كانت هذه المنطقة شهدت أحداث دامية اللي تسبت فيها قوات الاحتلال الأجنبي واللفيف اللي كان كيتسمى ضربة ساليغان اللي قام بهذه المجزرة من أجل خلق يعني سباب للحيلولة من أجل قيام جلالة المقبرة محمد الخامس إلى طنجة في الصعود 10 و11 أبريل 1947. فكان هذا الحدث التاريخي كيشكل واحد المحطة اللي كنوقفوا عندها اليوم في ذكراها باش نستحضروا الدروس والعبار باش نستلهموا منها القيم والمعاني، القيم ديال النضال وديال التضحية وديال الإخلاص والوفاء والالتزام والإطار ونكرم الذات، وباش الأجيال ديال اليوم وديال الغد تقتدي وتهتدي بالعمل ديال السلف الصالح من أجل مواصلة بناء وإعلاء صروح الوطن المغرب الحر المستقل القوي تحت القيادة الحكيمة والمتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله.